من امبارح انا اقول لك مشي تنزل على بيتنا، خلينا نسهر على اشغالنا وحضرتك بترفضي. ومنترك بنتنا يلي كانت خطبتها امبارح وزواجها بكره منتركها وحده؟ وشو بصير لها بيكلها البعبع؟ لا مش هيكلها البعبع، بس رح بقولوا عنا انها بلا زو. ليش صارت الخطبه بالاول حتى تحكي؟ ليش مين كان عارف انه ظريفي بدها تخطف له بيو لابراهيم وتنزعلنا خطبه بنتنا وتاخر لزواجها؟ هلا ضروري يعملوا عرس وطبل وزمر ويتجوزوا على السكت وخلصت، اريح واوفر. لا لا دخيلك، اسكت اسكت، انا بنتي وحيده بدي اعمل لها احلى عرس بالبلد. اسكت اسكت اسكت، وبنتك وحيده بس امتى؟ امتى هلا بس يجوا سالوا. صباح الخير. وايت هند عفيفه؟ ما دام شايفني يا استاذ اخذت لها القهوه، شو بكون؟ بتكون بعدها نايمه؟ بتكون معي؟ صحيح؟ بتكون معي؟ نعم. انت كمان صرت تنجلي؟ شو ما قال شو؟ قولي لي، لا يا سعد اللي صارين امبارح هون هند وابراهيم؟ للساعة 3 على بكره. وليش كانت اصواتهم طالعه؟ ما تصالحوا وتخانقوا وتصالحوا وتخانقوا شي 20 مره. يا عيني، اذا بالخطبه بلشوا بالمشاكل، بعد الزواج شو رح يعملوا؟ أكيد بكون الحق على بنتك. هلأ فيك تحلي عن بنت شوي؟ وليش علقوا؟ ست هند ما خليته ينام هون بالصالون. وين راح نام لك؟ يا حرام يا أستاذ، بلو القلب، نيمته بالجنينة. بجنينة البيت برا؟ نعم. هذا الصبي كتب له عمر جديد امبارح. ليه؟ لأنه بالليل سمعت حرتقة بجنينة، أخذت الفرد وظهرت بس ما شفت حدا. يا دلي، نحيي اللي ما قوصته بالغلط. يا ريتني شفته، كنت قوصته وارتحت منه وقلت بالغلط. أيوة أيوة، وهيك بتكون خليت بنتك تصير أرملي وهي بعدها بالخطبة. لك ليش هو في خطيب مثله بالعالم بينام بجنينة خطيبته بهالتقس؟ لأنه بحب، مش مثل حضرتك بلا قلب. مع بكرة الصبح بلش باب قصر يلي زندق. عفيفة. نعم استاذ. شوفي من في على الباب، بس إذا كان حدا من الطلاب قولي له كله نايمين مخمودين ما في حدا. حاضر حاضر. بشو البيت؟ لما في حدا في ذوق بهالبيت؟ شو هالعيلة اللي الله وقعني فيها؟ مش هالعيلة اللي الله وقعني فيها؟ تمام. من هذا اللي ما عنده ذوق؟ رد علي، مين اللي عنده ذوق؟ مالكم بالبيت معكم ذوق؟ لك شو عملنا لك؟ وانت اولهم بتوخذني. طيب قل لي شو عملنا لك؟ لك روح اسال الست هند اللي كفشلتني كفشة اللي بالليل من هون، ما خلتني نايم بالصالون وزتتني، خلتني نايم بجنيني وبهالسقعة. شوفك لك المال، وانت شو اللي قال لها جابرك تنام بجنيني وبهالتأس؟ عقلية بنتك المتأخرة عن ركب الحضارة 10,000 سنة. تستاهل. وانتو معاكم قلب؟ ما قلتوا حرام الصبي ممكن هيدا الصبي ياخد برد برا؟ ممكن تنضرب رياته برا؟ ما قلتوا؟ انضرب رياتك؟ ما بعرف، بس لحد هلا حاسس انه صدري مطبق ونفسي مقطوع. بتستاهل، وان شاء الله. ان شاء الله؟ ايه؟ شفت لما بقول عنك بلا ذوق ما بتصدقني، انت بلا ذوق عمي، بس ليك. تزعل مني، تركني من بعد ركني. ما تتجوزوا اوعى تخليني اشوف صورة وشك بهالبيت هون، فاهم؟ شوف من بعد ما نتجوز اوعى تخلي مرتي اذا حبت تشوف صورة وجهك، احسن ما تثبت لها نظرية داروين. كيف؟ وعى وشو هي نظرية داروين؟ انه اصل الانسان قرد. لحظة لحظة لحظة، انت القرد. لحظة، لك المال، لك المال. وانت تفضلي فوتي معي، خلينا نغير ثيابنا وننزل على بيتنا، احسن ما اديك بجريمة عند الصبح. دخيلك يا ابني دخيلك، ما تبقى تخلي عمك يزعل منك. ما تزعلي مني، ما تزعلي مني، دعانك فيه، دعانك فيه انت. دخيلك وطي صوتك هلا بيسمعك. طب عمي طلقلك طلقلك. بشرفك بشرفك، اهلك ما جبروكي فيه؟ الله يسامحهم. الله يسامحهم؟ لك الله ما يسامحهم، اكيد جبروكي فيه. انا بس شفتك عرفت انك انت ضحيه من ضحايا المجتمع. مالفينا خلصيني بقى حشتك وتعطي معه. اخ اخر اخ ان شاء الله. ليك ليك بيحكي معي على كل حال، روحي ما مضايق، عرفتي كيف؟ سنه سنتين بقرتها مرتي وبترتاحي الى الابد. روح روح. شو في عند
بكره فلتنين على بعضكم مثل الاذاعات الخاصه. ليكي بتفهمي ما يتعاطى معي احسن ما يتمكي ما تتجوزي. يا عمي كرمال الله مشان الله خلوا نهارنا رايق. انا كنت سامعك وانا رح فرجيك. ما فيك تفرجيني شيء من اليوم ورايح ولا شيء. ليه شاد دارك بالست هند؟ لا شو خاص الست هند حبيبي، انا شاد داري بخالتي. انت ناسي انه ظريفي صارت خالتي؟ صحيح طبعا. ايه هيك عائله بدها هيك خالي. تعال هون انت. نعم صحيح كنت نايم بالجنينه. لك يا ويلك من الله يا ظالمه، يا ويلك من الله. بس لك كيف نمت بالجنينه بهالطقس البارد هيدا؟ كيف نمت بالجنينه بهالطقس البارد؟ كيف نمت بجنينة؟ أنا كنت نايم بجنينة من بعد ما حضرتك كفشلتيني من الصالون ظهرتيني على جنينة، ظهرت زعلانة كتير حبيبتي. ايه فقعدت حد الشجرة على كتر زعلي يمكن نمت، وصرت شوف لك ما نمت، كل الويح تلج، الويح تلج، ما شوف إلا تلج بهالما نمت، وحياتي فتحت عيوني لحتى أقوم ما كان فيني أقوم. ليه؟ كنت مراوباس. ترجع بتقلي مراوباس؟ مش مراوباس، مجمد مجمد، يعني بدك تقولي كنت كونجولي. مجمد كونجولي. وحياتي كانت لو مرة عند عبكرة بياع الحليب ايه؟ وشافني مجلد حصني هو ايه؟ وجاب مي سخنة ودلق علي ما كان راح جليد عني وما كنت وعيته وما كنت قدر جيت لعندي. لك انت راح تبطل هالكذب كله. لحظة بكرة بعد الزواج لك ليه معيشني بشخصتين حبيبتي؟ هذا تكتيك عاطفي. شو بك؟ تكتيك عاطفي طبعا، تكتيك عاطفي. لك هنود الله خليك، يلا خلصينا مدام البستي لحتى ننزل نشوف أبوي إذا كان فطس ولا تزوج. أنا ما بمشي بعشقة من هون إلا ما تكشف عن وجهك الحقيقي. خلص وحياتي هنود، هلأ بالسيارة بحكي لك، مش بالسيارة عباب السيارة بحكي لك كل قصة حياتي. طيب اسبقني، بدي أحكي مع بي كنتين قبل. شو اسبقني؟ بدي كيني من هون لجناني أظهر لوحدي؟ يا خي خايف مضي. ما بعرف مين بيعرف، بعدين يمكن انخطف على الطريق انا من هون لهونيك. تبسك ايدك ببعضن هيك ما بتقعد تضيع. انا ما بقعد بضيع؟ لا شفتي كيف اسمع الكلمه؟ لك تقبرني خطيبتي، لابسه بنطلون مسترجلي انت حبيبتي. بس انا هموت. الو اسمحي لي احكي معك لاول مره بحياتي بطريقه جديه. تفضل. انا حاسس انك مغيره. ليش مغيره؟ انا حبيتك وخربت الدنيا لحتى اتجوزك، وكان كل همي انك تكوني سعيده، لكن حاسك منك سعيده. ليش منك سعيده؟ لانك خدعت وكذبت علي. انا؟ اي متى؟ تبع مين؟ انت بتعرف لي انا حبيتك؟ لا. ولا قبلت اخطبك؟ لا. لاني عرفتك انسان طيب فقير وعم تبني نفسك بجد وطموح. طيب شو اللي تغير؟ أنا لو كنت عارفتك غني وابن مليونير كنت رفضتك صدقني. ليه خفيت عني الحقيقة؟ رح بعترف لك بالحقيقة، أنا فعلا غني وابن مليونير، لكن صدقيني صدمت كتير بحياتي. ما في بنت تعرفت عليها إلا حسيت إنها البنت حبتني لمالي لمركز بي مش لشخصي. لذلك ضيقت وتركت كل الحي وكل أهلي ولجأت لهالمنطقة هاي، وعملت حالي فقير وتوظفت بالمدرسة، وكنت عايش بالمبلغ اللي كنت أقبضه من المدرسة، وكنت سعيد وزيت سعادتي أكتر يوم تعرفت عليك أنت وحسيتك أنك حبيتيني لشخصي مش لمالي ولا لمركز بي. هيدي كل القصة؟ وحياة حبنا هيك القصة، ومع الأيام إذا اكتشفتي غير شيء إلك حق أنك تتركيني. أنا لما اخترتك حبيتك فعلا، حبيتك مثل ما كنت، بس كان دايما قلبي يقول لي إنه في وراك سر. واليوم عرفت السر. عرفت السر، وعرفت إنه المرأة دايما حتسب محل. وأنا عرفت إني التقيت بالست اللي حبتني لشخصي مش لمالي، وتأكد لي أكتر إنه ساعة الإنسان دايما هي بالحب مش بالمال. غريبة الدنيا. قال أنا اللي كنت أرفض أفكار بيي لأنه بدي يجوزني لواحد غني، وهلأ عم بتجوز مليونير. حظك هيك، شو بك تعملي؟ مثل ما يقول المثل، المال بيجر المال والفقر بيجر الفقر. بتحبني؟ بحبك.
ما بصدق. شو ما بتصدق؟ شو بدك يعني اشنق حالي لحتى اثبت لك اني بحبك؟ ايش ضروري تشنق حالك تثبت لي يعني؟ يعني ما هي مصيبة الستات ما بيصدقوا انه الانسان بحبهم حتى يشوفوه مات من حبهم. مات بحبهم؟ لا من حبهم. بحبهم؟ لك من حبهم. يأ عم لك بحبهم. تعددت الاسباب والموت واحده. خلصينا هلا بتحب ننزل انا وحتى نشوف اذا البابا تجوز ولا لا؟ ايه بس على شرط خناق مع بيك وظريفي ما في. خلص اللي بتفصلي انت انا بلبسه. أه. يلا السلام استاذ ابراهيم. شكرا سعيده. النوت ويلكم ببيتك الجديد. هذا بيتنا الجديد اللي حيكون. وين بابا وين؟ تلفن امبارح بالليل وخبرني انه تجوز وراح هو والعروس يناموا بالاوتيل. راح يناموا بالاوتيل؟ راح يناموا بالاوتيل. هنود هديني لك شو بك؟ شو بك كلمة سمعت كلمة تجوز وغط على قلبك هلكتني. لك شو بك يا هنود ما حاسي بالمصيبة؟ ظريفي صارت عروس وتجوزت قبلنا. ايه شوف ايه الله يهنيها. الله ما يهنيها. اذا حليها تتهنى بابوي ما بكون انا ابن ابوي. لك يا عمي بيك كبير منه صغير وفهمان بمصلحته اكتر منك. حل عنه بقى. ترجع بتقولي حل عنه؟ كيف بدي حل عنه؟ كيف بدي حل عنه؟ اذا ضل مجوز امي 40 سنة باب الاوتيل ما فرجها هي. ظريفي من اول يوم يتجوزها ياخد له جناح بالاوتيل. ايه حظوظ. حظوظ؟ ما طلع حظها. إلا على قرعة أبوي. عزوز أنا فرجيها. تعال تعال سعيدة تعال. اسمها سعيدة. تعال قلي مين في بالعادة يجي بهالوقت هيدا؟ مرات موظفين الشركة ومرات أصحابه. مين ما أجا أقول ما في حدا بالبيت؟ ما تقولي كمان نحن هون. إيه ركب تعال تعال تعال. شو بك؟ فوت خبي ما حدا ما حدا يشوفنا. كل شيء صغير. خبي خبي انزل انزل. في صوتي يقطف عمك على هالضلغطة. في عند العروس بالشنطة يا بنتي. حاضر حاضر. عمه 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 لك حياتي عمه. الصناع ما عاد يسمعوا. يا حبيبي بنسم بدمك صباحيه العرس يا عريس الهنا انت. ضريفي عيونك خذيني عقود النوم ما قادر اوقف على ركابي. رجيتي عم تركب. ضويلي دكتور. والمحامي طيب اطلب المحامي وكاتب العدل شريف. طيب يا ست اطلبي كاتب العدل بس خديني عقود النوم ما قادر اوقف على ركابي. خلص من هلا ورايح ما رح خليك تمشي فشخة. أيه. من غير ما علق لك خرزة زرقاء. لشو الخرزة زرقاء يا ظريفتي؟ لا تبعد عنك صيبة العين يا عريس الزين انت. ايه ايه امهلك يا رب امهلك. إيه. الله يعينك يا رب. هنود ابوي فرض. لا ما تخاف اسم الله عليك بعده مثل الحصان. طيب اي حصان ما شايفتيه مثل حصان الاعرج فيه؟ شو بتقولي لي مثل حصان؟ الله ما يوفقك يا ظريفي. الله ما يوفقك يا ظريفي مشان تفك عقدتها وتتجوز هي حتخليني يصير انا يتيم. اخ لحظه. بابا بابا. استاذ ابراهيم بتقول لك الست تخفي صوتك يا بلا ادب. ومين قال لنا نحن هون؟ انا قلت له. والله قطشتك بتسالك انا بفرجيكي. وهي قالت علينا بلا ادب؟ ايه بلا ادب؟ اه روحي طمنيها قولي لها مثل ما طيرك من المدرسه حيطيرك من البيت. انا بفرجيها. مش عيب عليك هيك تقول كلام على خالتك؟ لك ما شايف الطريقة اللي بيعت فيها الموفد الرسمي يستقبلنا فيها؟ هلا اسمع لقلك إذا بدك إيانا نضل بهالبيت ما بدنا مشاكل مع حدا. شو فهمت؟ خلص فهمت حبيبتي فهمت. ما ضعيت علي أنت كمان فهميها وإقنعيها. تضب لسانة عني أنا بضب لسانة. خلصي لك عيب عليك يا إبراهيم. هلا ظريفة مش ناظرة المدرسة وبس. أيه؟ صارت خالتك ومرت بيك بمكانة أمك. ظريفي بمكانة أمي؟ طبعا يا أمي.
محمود هاي بيت الحبال الفيلم الجديد للموسم القادم بيت الحبال شو هذا شو هذا شو هذا النون شو هذا النون وعيدة شو هذا ولو يا ظريفة قال له شو زرك بالقصر قال له من امبارح العصر حلك يا زروف ابراهيم الحب بيعمل العجايب يا ابراهيم البابا وين يا حوي مسطح بتخته جوا ان شاء الله بدك تفوت تزعجه لا والله فيت اشكره على شو على المصيبة اللي عدينا اياها بمناسبة خطبتنا قليل الادب تضربني ضربتني انا فرجيك بابا خالتي ضربتني يلا يلا انا فرجيك عند بابا مش عيب عليك لك يا ظريف تضربي خطيبة قدامي الولد القليل الادب يلي ما بيحترم اهله بده زرب بالحمام كمان عهالمعدة صار بدنا بوليس دولي بهالبيت حبيبتي اذا ما بعمل هيك بهشلني من هالبيت لك يا ظريفي يا شاطره بدل ما تعملي هيك سيري حتى ما يهشلي يي يا هنود شو بعدك مأخره حبيبه قلبي ما تخافي على ظروف انا قبل ما اتجوز بيو هالكرفوح خليته يكتب لي كل شيء باسمه الشركه والعمارات والمدرسه والفيلا وكل شيء كتب لك كل الثروه هي اسمها يدير ونحنا شو؟ انتو ضيوف عنده لا اشي بيطمن عن اذنك شيري لوين من غير الشاب؟ بتعرفي هالقنية عندي مساج بعد الظهر وعشية في عندي سهرة عغمغمية جود باي جود باي اوعى اوعى فيي بياخدي كل شي يا ظروف؟ ما سمعت ضحكي على ابوي وخلتيه يكتب لك الفيلا باسمك وكتب لي حبيبه بس مش مشانه لكن مشان مين مشان خيك يا روح خيك اوعى اوعى تقرب اوعى خيي خيي النوت جايني خي صغير هلا يجي يشبه ظريفه لك عجبي الفيلا صارت باسم الست ظريفه والشركه كمان والعمارات والشركة والعمارات والمدرسة والمدرسة كلهم باسم ظريفة كلهم باسم ظريفة ونحن شو قلنا؟ نحن قلنا الله النود؟ نعم إلى المعركة مرحبا يا أبا مرحبا نعم شو أصحاب البيت؟ مين قصدك؟ الست ظريفة عروس الموسم مين بقلها؟ قولي لوفد من طلاب المدرسة جاي يهنيكي أيوة تفضل على السلام لعطيها خبر أه؟ الست هند والأستاذ إبراهيم وين؟ بغرفة السفرة عم بتغدي عال وصلت بالوقت المناسب خديني لعندهم أنا صانعتها للست هند عيني على الجخ الراس اجت تعفوا لازم ترجيكم شو جايين تعملوا هون جايين هن يا ابا ولو ناظرة مدرستنا تجوزي معقولي ما نجي نهنى بترجيكم توطوا صوتكم مين عطاكم العنوان هون المعلمة والاستاذ وعفيفة هي اللي جابتنا ايه اهلا وسهلا بس بدكم ما تواخذوني ما رح بقدر استقبلكم لانه عندي سياسة بعد الغداء بي سياسة بعرفها انا تعرفها هادي بكرة بتاخذوها بصفوف البكالوريا تفضلوا اختصروا شو في ست ظريفة نعم تسمحي لي بكلمة على جريب اتفضل نعم هيك بتعمل يا ست ظريفي مع أبو عبد بشو يا أبو عبد طلقيني بحبك وتتجوزي غيره أبو عبد بدك المظبوط هلأ كانت أسهمك كتير مرتفعة ببورصة قلبه لكن مجيء أبو إبراهيم الفجائي قلب كل الموازين العاطفية عندي يا دعان الليلة اللي فكرت فيها فيكي أبو عبد عيب أنا ست متزوجي شو هالحكيات
يا ديعان الأرمات اللي كتبته بكرة راح امسحها. وشو كتبت عن الأرمات؟ ملحمد أبو عبد وظريفة لمتت. لمتت؟ هلا بس اتجوزت حليت بعينكم كلكم؟ على كل حال يا أبو عبد، الدنيا اسمه ونصيب. أخ من النصيب اللي خلى الحبيب غريب والغريب حبيب. أرفار أبو عبد. أرفار يا بفتيك عمري. وينك؟ إن صار ما صار خليني على الليست عندك. شو ست ظريفة؟ نعم. إمتين حنبلش الدرس؟ بإذن الله بعد شهر. أو بعد شهر؟ شو بدكن تسكروها لتصلحوها؟ لا بدنا نسكرها ليخلص شهر العسل. يا عين هلا كرمال شهر عسلكم نبقى نحن بلا علم. شفيق، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لا ست ظريفة، الزواج على كبر من جهل البشر. قليل الأدب. ما تواخذيني بدي فش خلقي. وشو اللي مضايق لك خلقك بالله؟ وين بدي روح هالشهر؟ روح على بيتك، ادرس لوحدك واحفظ لحتى بس تفتح المدرسة تيجي راسك معك ودهنك مفتح. ما هيدي المصيبة، اني وين بدي روح؟ وين بدي روح على البيت؟ ليش ما عندك بيت؟ يا ستي عندي، ولكن مرتي ما قادرة تحملني، وكنت ما بتستقبلني ببيتي، وجاز بنتي ما في يشوفني. قولي علي شفيق، انت ما بتشتغل؟ بشتغل، ولكن من سنة احالوني الى التقاعد وستفوني على جنب مثل ما ستفوا الترين الله يرحمه. بسيطة يا شفشق، بيفرجها الله. مبروك. الله معك. وحضرتك يا مسيا بيغو؟ انا مش ناطرك الك. لكن مين ناطر؟ أنا ناطر الأوتوبيس. ليش قالوا لك بيتنا محطة أوتوبيس؟ ما خصك أنت. لا خصني ونص، هون مش المدرسة، بفك رقبتك. ها بدي أعرف مين ناطر. ناطر عفو. عفو. يا عفو، إن شاء الله تكون من نصيبك. تعرف ليه؟ لا. عفو بتستاهل. يا يا عفو. عفو. نعم مدام ظريفة. حبيبتي شوفي بيغو شو بده، وأنا لما بيجي الشوفور تبع جوزي بتفيقيني لأني بدي أعمل شوية سياستة. حاضر. آي آي. عفو. نعم بيغو. عذي حد ما في، هلا معلميني بيشوفوني وبعيطوا علي. خلص كده عم قلك عذي حد، يعني عذي حد. حاضر. نعم. تسلم عليك يا امي، بتقلك امتى رح تصيري كنتا؟ تصير شو؟ تصيري كنتا، يعني مرت ابنا. أنا خاطبة وما فيي أترك خطيبة. لا بدك تتركي؟ ما فيي، أهلي بيقصف عمري. وأنا إذا ما تركته بينقصف عمري. شو كبيرو، أنت بكرة بتلاقي 100 بنت تمنيك. أنا ما بدي غيرك، أنا حبيتك وخلص. وأنا ما فيي أخدك. ما أنا بحبك، والأستاذ برهم هو وعدني فيك. طيب وانا بحب خطيبي ورح نتجوز. والله رح تتجوز؟ ايه بدي اخطف لك يا للعريس وما خليك تتجوزي. بخطف لك روحك من صدرك. خلص كتي، انا عم قلك بدك تتجوزيني يا بنت تتجوزيني، شو فهمتي؟ واذا ما تجوزتك؟ ايه بدي بعمل بك ما عمل بي. وش عمل بيك؟ ما حيتجوز كل عمره. وكيف ما حيتجوز كل عمره؟ وانت من وين جيت؟ ام جيت من امي. وينو برهون؟ يا حوي جوا. ايه خذيني لعنده. تفضل. هاي تعال شوف شو بدك. انا بدي امشي بالاول. تفضل.
ظريفي يا بنت شريفي، امك الصابوني وابوك الليفي. مين؟ انا الراديو. راديو؟ ايدك عنه، نطفيتيه هبطفيلك عيوني. شو مطلوب مني؟ قومي، الشرشف عم ينسحب لوحده، ما تخافي. يا أمي قومي، يا أمي لخيلي قومي. لا قومي. لا لا قومي. لا لا خليك. لا لا قومي افتح الجارور بتلاقي كنز. لا قومي. كنز لألي أنا؟ إلك، وإذا الكنز هدية إلك وما بيفتح إلا على وشك. قومي. ومن مين هالكنز؟ من المرحوم أبوكي بمناسبة زواجك. قومي. أبوي إلي أنا كنز؟ وأبوي عارف إني أنا تزوجت؟ عارف، وترحم على جوزك الحالي سلفا. قومي افتح الجارور، قومي افتح الجارور. طيب طيب قيمة قيمة قيمة، الله يخليك. قومي يا أمي دخليك. افتح الجارور. طيب. مش هيدا الجارور التاني؟ حاضر حاضر. مش هيدا الجارور التاني؟ حاضر حاضر. امير بي عجنب. حاضر. افتح الجارور. يا ماما نكفى الجارور. افتح الجارور التالت. الله يخليك، انا حامل وعيفة وصار لي شيء. افتح الجارور التالت. حاضر حاضر. افتح الجارور. حاضر حاضر. يا ماما تخلي. لا لا ما خليك، لا انفجارين بلايلي وحدي. لا لا خليفي افتح الباب وهربي 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 لبرا. طيب طيب هربي هربي. يا امي دخلي، يا امي لا 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 حرام لا لا. زريفة زريفة شو بكي؟ شو بكي؟ خالتي خالتي قومي خالتي قومي. هنود هنود راجعيني على المدرسة. شو بكي خبريني؟ لا هنود البيت مسكون، البيت مسكون. ولو يا خالتي بلشت تشنيع على البيت. أنا خلقت هون وعشت هون وبعدني عايش هون. البيت بيت مسكون، بيتنا مش مسكون. نعم لكن اللي صار أنا ما عايشه. شو صار معي؟ دخيلك يا هنود دخيلك يا هنود. شو صار خبريني؟ أنا قاعدة عم بقرا. إيه ما في شيء، فتح الراديو عم بتسمع على ميوزك. ايه شوي سكتت الميوزك وطلع واحد يحكي معي. ظريفة يا ظريفة، الراديو كان عم يحكيني. الراديو صار يحكي معي؟ ولو وحياتك هالنوت. ولو الراديو حكي معي وقال لي انه في انك كنز بالجارور ومفتاح الجارور. جي راديو راديو جنت. وامتى فتحت الجارور؟ امتى على الجارور يا هنود؟ فتحت الجارور وفقع. شو هذا اللي فقع؟ الجارور. فتحت الجارور الثاني كمان فقع. ثاني فقع؟ اخ شو القصة؟ انفجارين بليلة خالتي. بعدين شو صار؟ قال لي هربت. هربت. مين اللي قال لي؟ الراديو. راديو؟ ايه قال لي الشرشف قال ينزاح. ليك وينه؟ الشرشف صار ينزاح عني. الشرشف لحاله لحاله هنود صار يمشي الشرشف. قال لي هربت. جيت لاهرب يا هنود وطلع بوش. مين؟ شو طلع بوش؟ شبح. شبح يا حرام. شبح وحياتك هنود. شفت حضور اللي بيلبسوا ليطلعوا على القمر؟ ايه لابس مثلهم. فهمك يا ظريفة، بهالايام بعد في اشباح. لك يا خالتي هيدي بتكون خالتي اعصابها تعبت على الزواج، يمكن ما بينسبها الزواج. تركي لابوي ما بينسبك الزواج لانه عم تشوف اشياء موجوده واشياء مش موجوده. صرتي ولو ما بدها ولو ولو هاو الجوارين اللي مفتحين والمفقعين. ما سمعنا شيء. انت سمعت شيء؟ ولا سمعت اي شيء. هذا بتكون على قوه المنام، عرفتي كيف؟ هي صارت مروبصه بالمنام، مروبصه افتكرت حالها. ايه مزبوط اكيد. انت شرشف على الارض.
والجوارير هيدول كمان مروبصة. يا سيد ظريفة هلا انت بتكون متقل العشاء اكيد اكل كثير قبل ما تنامي عشان هيك روبصت. الاكل اكل بكثرة الاكل جعانة خليك مروبصة بعدك بالفجر زيته. قومي خالتي قومي. قومي الاكل بيعمل هيك كل شيء بيعمل البرد بيعمل هيك والزواج بيعمل هيك. نامي نامي لوين ليه نامي لا ارتاحي ليه ارتاحي ما تتركوني. لا ولا شو انا عماني برحبتكم ولا يا خالتي ولا يا خالتي ما تتركوني. انت ولد بتخافي انا عماني برحبتك. ايه ما تخافي لا يا خالتي مش دي خالتي انا يا خالتي انا سامحني انا عماني برحبتك ولا يا خالتي ما تتركوني. حلو مش معقول احنا مثل قلبك. خلص احنا بالسلون اذا حست شيء عيطي خليكم اقرب مني. بخيلك الضوء؟ لا 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 دخيلك لا خلص بتخاطرك لا يد خالتك هنوب ما تنسيني. لا انا بالسلون عماني برقبتنا خلص انا حافظينه ولا خالتي. خالتي يمكن هذا زواجك من بابا ما بيفيدك عامل لك تعب عصب تركيلي ابوي طفله هي الله يبعت لك الشبح ما بتتركوني. يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي يقطع الراديوات ايدك عنه. ظريفي يا بنت شريفي. نعم نعم يا ادم وبعدين بيقولوا لي مروبصه وبعدين بيقولوا لي اكلت كثير. ظريفي نعم قومي من التخت بسرعه. ليه التخت مفخخ لانك فتحتي السر وقلت لابراهيم وهنت على اسرارنا. اخيرك انا خفت خفت لذلك فخخنا لك التخت فخخنا لك التخت قوم من التخت بسرعه بسرعه لا 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 انا بعد فيي قوم دقيقه. اليزابيث لو ما حرام عليك تعمل فيها هيك لك بدي جننها بدي جننها احسن ما تجننا وهي ما حرام عليها تاخذ ابوي وتاخذ كل املاكنا واموالنا ونحن صفي على الارض يا حكم ولو يا هنود. هلا عم نعمل لعبه جديده عرفتي كيف؟ ايه؟ انت بتكبسي هون بيطلع عم تجرب محل تاني عذري هاي بس على الليزر. ايه انا بقول 1 2 3 انت بتكبسي. ايه يلا لعبه حلوه يلا 1 2 3 بدك يا ظريفه هذا اذا ما حلقت بالسما هلا طارد مالتي شو بدك خالتي شو بكي؟ شو بكي يا خالتي؟ رجعوا من مين رجعوا؟ رجعوا فخخوا للتخت. مين هيدا؟ الأشباح أكيد كنت عم تحلم فخخوا فخخوكي؟ بالتخت؟ لا 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 طرت طرت عم بحلم يا هند والشحطار على وجهي شو وهالبهدله بتياب الشو فخخوني فخخوني. انت سمعتي شيء انفجار؟ انا ما سمعت شيء ولا انا سمعت. هذا بده يكون انفجار سري. بده يكون فينا نبلش؟ كيف فينا نبلش يا حضرة المدير اذا كان اثنين من الاعضاء الاساسيين غايبين؟ ابراهيم راح على السوق شوي وراجع. 100 مرة صرت نفهمكم لما بيكون عنا اجتماع هام وخاص ما حدا يغيب. طيب وين الست ظريفة؟ الست ظريفة بأوضتها لأنه حرق الشعر امبارح عند الكوافير فمستحية تحضر الاجتماع. حرقت شعر عند الكوافير؟ نعم. طيب تلبس بيروك وتجي. لبست بيروك بس شافت حالها بالمراية خافت من حالها. على كل حال خطيبك وين يا بنتي؟ راح يجيب لها شوية حصرم. ها؟ حصرم لظريفي؟ نعم، لأنه بيظهر حضرتك بدك تخلي إبراهيم يصير عنده خي صغير. على ككل ما دام الست ظريفي ممثلة بالاجتماع بس سيد جوزها نعم والأستاذ بربر إبراهيم بتبس له خطيبته بظن ففينا نبلش. طبعاً اتفضل يا حضرة المدير قول البيان والقرار. بترتر بترتر بترتاريخ اليوم اجتمع مجلس الإدارة لينفذ القرب قرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المدرسة كما يلي
أولا إعادة فتح المدرسة وتعيين السادة الآتية أسماؤهم في المراكز التالية. فضل الألف تعاد السيدة زرزريفة ناظرة للمدرسة مع توسيع صلاحياتها بحيث تتشمل ككل الأقسام وتخضع لها ككافة المعلمات والمعلمين والطلاب. صح أضيعة بدها تقوش على كل شيء. أنا بعترض. ليش يا بنتي عم تعترضي؟ هذا القرار صدر ولازم يتنفذ. أنا برفض هذا القرار. وبعدين ما هيك كنا متفقين امبارح؟ يا بنتي امبارح لما خبرتها الحقيقة إنك أنت ما لازم تعلمي وتبقي بالبيت لا نامت ولا إذا أيمتني. إذا أنا وإبراهيم بننسحب. بدك رأيي بعد ما ست زرزريفي تجوزت نعم. ما عاد عندها الوقت الكافي لإدارة المدرسة. نعم اتفضلوا اقنعوها. أو حضرتك حاولت تقنع تقنعها. حاولت اقنعها لكنها ما اقتنعت واعتبرت نفسها مخرجة للأجيال القادمة وقالت إذا تركت مهنة التعليم حتقوم مظاهرات بالبلد لأنه مطلب شعبي. مطلب شعبي؟ هلأ ظريفي صارت مطلب شعبي؟ نعم ظريفي مطلب شعبي، لكن انت وخطيبك بتغاروا منا مشان هيك عم توقفوا ضدها يا هنود. وانت مقتنع بهيك؟ انا مقتنع كل الاقتناع، لانه اولا ظريفي زوجتي، ثانيا ظريفي متعلمي، ثالثا ظريفي مثقفي، رابعا بتفهم اكثر منك ومن خطيبك. لما قال لي ابراهيم انه عملت لك غسل دماغ ما صدقته. أرجوك تحتفظي برأيك. هذا رأي ابنك. عكل حياة بنتي ما أضرب من رأي ابني إلا رأي خطيبته. كمل حضرة المدير. نطرح الموضوع على تصويت. تصويت؟ أنا موافق. وأنا موافق. أنا بعترض. ظريفي يا بن شريفي. مين؟ قوم افتح البرداي بيطلع لك المصروف. لا الله يخليك، لا بدي كنز ولا بدي مال، بدي الستر انا وجوزي وماشي الحال. قوم افتح البرداي. يا ابني اخيلك حاضر. طال الكنز وساعته راح وخطرها بجد. خفتي؟ دخيل أنا مش خايفة على حالي، خايفة على البيبي يطلع بيشبهكم. بيشبهنا؟ ظريفي يا ظريفي عقلتك شو خفيفة، مادام أمك صابوني يعني أبوك اللي في قصدي. ظريفي يا ظريفي عقلتك شو خفيفة، مادام أمك صابوني أجل أبوك اللي في روزي. أسي جوزك وين يا ظريفي؟ جوزي راح على روزي. جوزي راح على الإدارة، عنده اجتماع مجلس إدارة. روحي على مجلس الإدارة ورقصي له. ورقص له؟ بيخمنوني مجنونة. أبدا جوزك بحب الرقص وزعلان منك وعم بفكر يطلق لأنك ما بتعملي له حركات. لا شو بيلقى حركات. غسيله يا ظريفي وفرجي انك انت بنت الغنج والدلال. رصي. طيب ليش بدي ارقص له؟ لحتى ما يطلقي وتعزمي هند وابراهيم. يعني اذا رقصت له ما بيطلقني؟ لا ابدا، بدشر اعدائك هند وابراهيم وبتصيري انت ست البيت. ظريفي يا ظريفي عقلتك شو خفيفي، مادام امك صابوني يعني ابوك اللي في. ظريفي يا ظريفي. جنن اكيد جننناها. شفت؟ برافو عليك، لو ما جنناها هي حتجنني. لو والله حتجنني. برافو بيرو. بس على شرط ما قلت لها. شو قلت لك حبيبي؟ شو مبلشت؟ ما قلت لك شو قلت لها؟ كمان ما قلت لها اذا جنن ظريفي بدك تجوزني عفيفه؟
ايه ما بتخاف، انا حجوزك عفيف واعمل لك عرس باحلى اوتيل بالبلد. ايه عفوا، ما تفضحنا هلا، احسن ما يسمعوا صوتنا. يلا من الاول. ظريفي يا ظريفي، علتك شو خففي، ما دام اسمك صابوني يعني ضربوا تلفي. انا مصر على الاستقاله من المدرسه ومن مجلس الاداره ومن التعليم. ها فهمت، القصة مش قصة ام قليبانة، لا قصة القلوب مليانة يا هنود. بصراحة نحن وظريفي فرد مدرسة مش ممكن نقعد، لا انا ولا ابراهيم. هيدا لانكم بتغاروا منا، لان ظريفة مثقفة ومتعلمة وعندها ادارة ودراية اكتر منك ومنه. كيد العزال انا من يومي ايوه كيد العزال انا من يومي ايوه رقصني. بص شوف زروفي بتعمل ايه، بص شوف زروفي بتعمل ايه. لا هيدي هي بدك تخليها مديرة للاجيال القادمة. ظريفي حب لظريفي، اطلعي لبرا اذا بتصيري. سيبني اكيد العزال والحساس. يا ضعيفة الله يسود وجهك، سوتيلي وجهي بالاجتماع. وليه نحن عاملين هم دب وشعذان بالبيت بس؟ عرفه رقصني يا جدع. ارجوكم يا شبابتي اقعدوا واضح روح لبرا. عفيفة يا مقسومة العمر على هالرقصة. هيدي هي المثقفة المتعلمة واللي بتفهم. ما توخذيني يا بنتي، بيظهر الزواج على كبر تلتين وخرب. ما قلتلك خليها بالبيت وانا وابراهيم مندير 100 مدرسة. وهيدا اللي رح يصير يا بنتي. حضرت المدير؟ نعم. الغي القرار السابق واعمل قرار تعيين جديد، وحط بناء لطلبي ومجلس الادارة تعيين الانسة هند الناظرة الجديدة للمدرسة، وابراهيم معلم درجة ثالثة لانه بسبب تعرفت على مقصوفة العمر بطريقة. حاضر، اسكت. ما تنسى حضرة المدير تبعث لي المحامي منصف مع الاوراق الثبوتية للاملاك والاموال. حاضر. اوعى تكون بدك تعمل شي ضدها، حرام، سامحها. الله لا يسامحها يا بنتي، انا طفل باخر عمري مضحكة شعبية. معلش يولو، ما هي عروسة عم تمزح مع عريسة، سامحها. عم تمزح مع عريسة؟ هيدي أكيد البنت مجنونة، وأنا مجنون أكتر لأني تجوزتها وما سمعت كلام ابني. شو رح تعمل معها؟ حبسحب منها كل الأموال والأملاك اللي كتبتهم باسمها، أحسن ما تحول لي البيت لكباريه الشيكيشي. كيف العزال أنا من يومي، أيوه. يا ظريفي عقلاتك شو خفيفة، ما دام امك صابوني اكيد ابوك اللي في. مبروك بيرو، مبروك. شو جنت؟ يعني هي على الطريق يجدون، عرفت كيف؟ هلا حتجن بالمرة اللي من حتعرف انه ابوي سحب منها كل الاموال والاملاك اللي كتبهم باسمها. منيح. وين عم بفكر يمكن يطلقها كمان. ايه شو خليه يطلقها، انا بتجوز عفيفي وخلص. خلص يطلقها تجوز عفيفي. مبروك يا فيرو. ماشي بارو. عفو ايش العروس؟ نعم بارو. اهلا بالعروس. هاي العروس. مبروك عفو. مرسي. مبروك فيرو. يلا روحي مع عريسك. برهوم بركي اهلي زعلوا لانه رحت خطيفه مع بيرو. ولك خلص شو بعد اهلك، ما عم كفاهم تسكتهم مع الاهل واهلي. اول لك تقبرني رجولية. عم تتغزل فيك. على كل حال ما تعطلي هم اهلك، انا حخبر اهلي واشرح لهم الموقف، وحاب اعمل لكم عرس باحلى اوتيل بالبلد. يلا يلا مبروك. بستحي. شو بتستحي؟ انا كمان بستحي، ما تطلعي فيا هيك. انا كمان بستحي. اثنيناتنا بنستحي. لك قطيعة إذا اثنينكم تسحوا كيف حيجي الأولاد؟ ولا هو بالأوتوكار. يلا شنقلوا بعضها شوف. يلا مبروك. باي. عفيفة. نعم. صار لي ساعة برا على عفيفة، وين هي؟ مين؟ لك عفيفة. خلص عفيفة بح.
شو يعني عفيفة بح؟ خلاص دشرت راحت عن بيت أهلها. هي شو حطها؟ شو حطها؟ ما لقيت غير اليوم تشحطها لأني عايزتها؟ حبيبتي طلعت تاري عفيفة، طلعت إيدها طويلة وحرامية كبيرة. إيدها طويلة؟ إيه. ليش سرقت؟ سرقتنا الملاعق والشوك المذهبين. أي ملاعق وشوك مذهبين؟ اللي سرقناهم من بيت أبوك. سرقتهم؟ مشان هيك شو حطها؟ لك إيه حدا بيحط بالبيت حرامي شو ما سرق يسرق له إياه؟ ولو يا حنود. يا ويلي يا ويلي على هالعل اللي وقعت فيها يا ويلي. جير الكهرباء واحد، الكهرباء اجير الكهرباء واحد، الكهرباء اجير الكهرباء واحد، الكهرباء الو الكهرباء نمره غلط اجير الكهرباء الو الكهرباء ما في خط الكهرباء الو نمره غلط الو نمره غلط لا الو نمره غلط علي الو ما في خط انا مش مجنونه ما في خط انا مش مجنونه أنا مش مجنونة. لكن أنت شو؟ أنا مش مجنونة. أنت شو لكن؟ بتعرفني أنا مين؟ في حدا من الجيل الصاعد ما بيعرف أنا مين؟ أنا كليوباترا. كليوباترا أنا. بس صوتك يا زريفة. يا حكيم انا مش مجنونه، انا مش مجنونه يا حكيم. مش مجنونه ولا شو جابوك لهون؟ جابوني لاني بحب كنسات الصوف. لا بتحبي كنسات الصوف وقالوا عليك مجنونه وجابوك لهون. وحياتك يا حكيم هيك امتى رح اطلع؟ كيف بتحبي كنسات الصوف؟ اوقات بحبهم مع الخل، اوقات مع الحامض، سلطه كله سلطه. يلا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.